ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مسلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اولا مبروك عواشركم بالصحة والسلامة ان شاء الله وطول العمر، غبر شوية ولكن كانت في ظروف. اليوم ان شاء الله غندير لكم دائما تحت طلبكم واحد لفيديو اللي شقة كتر 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 من رائعة. اليوم طبيعة الحال تحت الطلب ديالكم، بزاف الناس اللي بغاو يشوفوا واحد لابارتمون هنا في كازا اون فاس مسجد الحسن الثاني، ويكون الميتراج ديالها هاد لابارتمون اللي غنصور لكم كبيرة شوية. غادي نعطيكم الثمن ونعطيكم التليفون ونعطيكم كل شيء ونصور لكم لابارتمون كيف ما شفتوا معانا، راها اون فاس مسجد الحسن الثاني. ديجا عندي فلاشين، نبدا على بركه الله. بسم الله، هذه هي الدخله ديال لابارتمون. غادي نخلي لكم صندوق الوصف المتراج ديالها بالضبط. المهم هنا كيكون الدخله كيف ما شفتوا، هنا راه الصالون، هذه الدخله ديال لابارتمون. نوريكم لي شومبر اللي فيها والكوزينه وكل شيء. داكشي كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه في مدينه الدار البيضاء وبالضبط قرب مسجد الحسن الثاني، واللي كيعرف طبيعه الحال المعرض الدولي. هذا هو الصالون كيف ما شفتوا معانا، يعني الاصلاح راه نوع جيد. هنا عندنا الارض بالرخام، وغادي نوريكم لي شومبر اللي فيها وكل شيء. هذا كولوار كيف ما قلت لكم، هنا كيكون الصالون اللي واحد طلع عنده اكثر من رائعه. هذا واحد لاتيراس ديالها كبير، انا غادي نوريكم كلها لابارتمون، خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو. كيف ما كنقول لكم لي اول مره غادي يشوف لاشين عندي، ما ينساش يتابونا يضغط على الجرس باش دائما يوصلوا الجديد. هنا كاين التواليت اعزكم الله، هنا الحمام بطبيعه الحال، لافابو تواليت كل شيء فيها. والاهم من هذا الشيء كله انها كتطلع المسجد الحسن الثاني، يعني واحد الجو زوين بزاف. هنا عندنا لا شومبر الاولى بطبيعه الحال، حتى هي فيها البلاكار كيف ما شفتوا معنا، يعني الاذان راه كيتسمع. وهنا عندنا هاد البالكون، هاد الشرجم هنا كيبقى حتى هذا تيغاس. انا غادي نوريكم كل شيء ونوريكم التيغاس الكبيره اللي فيها. هنا كتبقى هاد لا شومبر هادي، حتى هي كطل كيف ما قلت لكم على مسجد الحسن الثاني هنا. وبطبيعه الحال حتى هي فيها هاد البلاكار. نوريكم حتى لاتيغاس راه كبيره شويه، هاد لابارتمون يعني فيها دو شومبر. هنا كتبقى الكوزينه، وحتى هي عندها واحد الطله زوينه بزاف اللي كطلع على البحر. هنا كاين الكوزينه حتى هي راها ايكيبي كلشي فيها. غادي نوريكم كلشي بالضبط، انا تندير لكم عيد وراها قاعد غادي نوريكم. هذه هي لاتيغاس الكبيره هنا اون فاس البحر، وكيف ما شفتوا هذا المنظر هذا اللي كاين. كيف ما شفتوا معنا، والتيغاس راه دايره بالدار كلها. وغنوريكم هنا بالضبط كيف ما شفتوا، ها اون فاس مسجد الحسن الثاني. بما ان اليوم جمعه مباركه، اليوم الجمعه كانت الصلاه طبيعه الحال، اللهم اديمها نعمه ولا تحرمنا من الزوال يا ربي، ترجع الحياه كيف ما كانت. صراحه والله العظيم لاشتقينا بزاف د الحوايج، وبغينا بزاف يرجعوا لنا، والله يفرجها علينا ويبعد عنا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، امين. والله هذا نهار الجمعه مبارك عند الله. هنا كيف ما شفتوا هاد لا تيغاس راه كبير بزاف، يعني ضرب الدار كلها. كيف ما قلت لكم انا غادي نكتب لكم الميتراج ديالها بالضبط في صندوق الوصف. هنا يعني هذا المنظر راه يتشرب الملايين، و امام طون كطل على البحر وكطل حتى على الجامع الناس خارجين منه. و
وكيف ما قلت لكم هذا هو لا تيغاس ديالها، راها كبيره، والصالون كيطل على هاد لا تيغاس، الكوزينه، لي شومبر، كلشي كيطل، يعني مشمش غير اليوم الجو صاب الشتيوا، حتى الادرك شتوها راها فازقه ما قديتش تمشي فيها، وتبارك الله الجو زوين اليوم بزاف. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راها اون فاس البحر و اون ميم طون اون فاس الجامع، و لا تيغاس فيها راها كبيره. الثمن للمتر هذا راه مليون وتقريبا، مهم يعني دائما كنقول لكم الثمن راه قابل للتفاوض، مليون اللي كيطلعوا على البحر وعلى المسجد مليون و80 الف ريال، ولكن الثمن دائما كيف ما كنقول لكم راه قابل للنقاش، يعني غادي نقسم المتراج. وكاين لي زابارتمون اللي ما تيطلوش على البحر وما تيطلوش على الجامع، المتر الثمن ديالهم للمتر، انا كنقول دائما للمتر هو 10000 درهم اللي ما تيطلوش، وكيف ما قلت لكم راه الثمن دائما قابل للنقاش. انا كيف ما شفتوا اللهم بارك، شوف تبارك الله وسطان بين الناس خارجين من المسجد، الله يتقبل الجميع. المنظر كيكون زوين بالاخص في رمضان، يعني ملي كيكونوا التراويح راه كيكون واحد الجو زوين بزاف بزاف. دابا شفت هذه تفكرت رمضان، يا ربي لا تحرمنا من المساجد ومن زياره الاهل والاحباب، وبزاف الحوايج افتقدناهم، ولكن الحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. كيف ما شفتوا انا ما سخيتش نبقى غير نشوف هاد البلا هكا، يعني واحد الجلسه زوينه بزاف. ولا تغاس تبارك الله اللهم بارك راه كبير، داير بالدار كلها كيف ما قلت لكم مليون و80 الف ريال، والثمن دائما راه قابل للنقاش. يعني السيد مول لابارتمون غادي هما باقيين عنده ديور بزاف، مازال غادي ندير لكم دي فيديو. انا درت لكم هذه كيف ما قلت لكم تحت الطلب، واحد السيد اللي كان من الامارات كنظن طلبني وقال لي شوفي لي شي ابارتمون كطل على البحر، هي هذه وكطل على الجامع. هنا قلت لكم الكوزينه، دائما البلاكارات راهم فيها كيف ما شفتوا، فيها البلاكاغاز، فيها الفران، هنا طبيعة الحال المجورة حتى هما، أنا غادي نوريكم كل شيء. كوزينة راها كبيرة، فيها الفران، حتى الفران فيها، هنا كتبقى البوطة، هنا لاهوط، وهاد البلاكار حتى هو ديال الدجاج، هنا بطبيعة الحال راه لافابو، وهذه هي الكوزينة كيجي الشكل ديالها بحال هكذا. كيف ما قلت لكم راها كبيره، وهنا كتبقى بلاصه الثلاجه ولا ماشينا لافي، وكطل هكا عند هاد الشرجم، حتى هي الكوزينه راه عندها الشرجم ديالها، وامن طون كطل حتى على البالكون البالكون الطراز ديالها. هنايا عندنا هاد الكولوار، وعندنا حتى بالكون اخر، يعني هاد لابارتمون راها كبيره، كاين واحد لاتيغاس فيها حتى هو كيف ما شفتوا، كيطل شويه حتى هو على كيطل هنا على، كاين حدانا هنا مارينا، كاين المرصى، راه كلشي تقريبا قريب. هنا كيطل على البحر، واللي غادي يعرف طبيعه الحال راه التليفون غادي يوريكم لادريس، راه باين هنا كيف ما قلت لكم هاد لاتيغاس لي هاد لا شومبر لي دجات هي وريتها لكم. هاد لابارتمون فيها دو شومبر وبالبلاكار وبكل شيء، في هذا الشومبر صالون الحمام والكوزينه. هنا كاين هذا البلاكار، هذا كبر من الاخر كيف ما شفتوا، حتى هو فيه البلاكار، الارض من الباركي، لي شومبر بجوج، لي شومبر بجوج كنظن فيهم الباركي، لا هاد لا شومبر هذه اللي فيها الباركي وحده، وحتى هي فيها هذا السرجم اللي حتى هي كطل هاد الطله زوينه، حتى هو كيطل، يعني هاد لابارتمون عندها لافيو غزاله بزاف، وبطبيعه الحال الشمس راها مشتمشه. وهنا كيبقى هاد الكولوار و لا شومبر اللي ديجا وريتها لكم الاولى، وهذه لا تيغاس الثانيه حتى هي دايره بالدار، يعني فيها دو تيغاس، هذه لا شومبر الثانيه بطبيعة الحال من بدون لانترفون ولا سانسور الباركينغ، لانترفون تا هو راه بالكاميرا،
كيفما شفتوا انا ديجا عندي قلت لكم فيديوهات على هاد لا ريزيدونس. انا كيفما قلت لكم تحت طلب المتتبعين ديالي بطبيعه الحال اللي بغاو يشوفوا هاد لابارتمون، حيت عمرني ما درت هاد الصاله، وهنا كيبقى هاد الصالون اللي ديجا وريته لكم. وكيفما قلت لكم راه فيها لاسانسور، نوريكم حتى لاسانسور فيها. وهاد ليطاج راه سيتيام ايطاج، يعني السابعه الطبقه الاخرى منها للسطح. بطبيعه الحال كاين السطح، كاين لاسانسور كيفما قلت لكم، كاين الباركينغ لتحت، يعني الثمن داخل فيه الباركينغ، داخل فيه كل شيء. هذا هو الصالون حتى الباركينغ لاسانسور حتى هي. انا غادي نوريكم هذه هي الدخله ديال لابارتمون كيفما شفتوا. هنا الدروج بطبيعه الحال هذو كيطلعوا للسطح، وهنا كيفما قلت لكم لاسانسور، هنا هاد الدروج كيطلعوا للسطح، وهنايا بطبيعه الحال لاسانسور اللي شفتوا. وهذه هي الدخله في ليطاج. كاينين دو زابارتمون، كاينه هذه حتى هي ان شاء الله غادي ندير لكم لها واحد لا فيديو، حتى هي عندها واحد الفصاله زوينه. وكاينه هذه اللي درت لكم فيها الفيديو، وغادي ندير لكم ان شاء الله على لابارتمون الصغار حتى هما كاين في نفس لا ريزيدونس. كاينين لي زابارتمون صغار حتى هما غادي ندير لكم عليهم فيديو، غير مسألة وقت ومع الخدمه، وهذا الانسان ما كيساليش، داكشي علاش غبرت عليكم. وان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو غدا، غادي يكون واحد المهم اللي شاف الفيديو هذا غادي يكون واحد اللايف في ملاقا ان شاء الله غادي نديرو بالليل. وغادي ندير لكم واحد لابارتمون حتى هي للبيع مفرشه، كاينه في ملاقا غزاله. ودابا الفيديوهات ان شاء الله غادي يبداو كيف ما قلت لكم، عي ظروف شويه كنت عيانه والوقت هكا، ومع الخدمه ورمضان والوليدات ما كنلقاوش الوقت. كيف ما شفتوا معنا هذا هو فيديو اليوم، هذه هي لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم انا غادي نعطيكم العبار ديالها بالضبط باش نكتبوا لكم في صندوق الوصف نتاكد منه بالضبط. والثمن اللي قلت لكم راه يعني 1,080,000 ريال للمتر. لي زابارتمون لي اون فاس البحر كيكون عندهم هاد الثمن، اما لي زابارتمون اللي كيشوفوا في الزنقه يعني في الطريق ما تيكونوا ب 10000 درهم للمتر. غادي ندير لكم فيديوهات فيهم حتى هما ديال 10000 درهم للمتر، ثم غادي نصورهم لكم. وهنا كما شفتوا هذا هو، هذه هي لابارتمون، واحد الجو راه ما نقول لكمش عليه مع صب هاد الشتيوه الحمد لله. وكان هذا هو فيديو اليوم. دائما كيف ما كنقول لكم اللي اول مره غادي يشوف لاشين ما ينساش يتابونا، يضغط على الجرس، هذا فضلا ليس امرا، باش دائما يوصلكم الجديد بطبيعه الحال فضل الله سبحانه وتعالى، وحتى لكم نتوما. ونتمنى ما نكونش طولت في هذا الفيديو ولا هضرت بزاف ولا هذا، راني كنشرح وكنقول بالضبط يعني بالتفصيل، ولا غبرت عليكم راعي مع الخدمه والوقت ورمضان ما كيكونش فيه الوقت بزاف. وان شاء الله بالنسبه للناس د مالاغا اللي باغي لابارتمون يبيعها ديالها يا ديزيستمون البيع، يتصل بيا دائما، تنخلي التليفون ديالي في اي فيديو كنخليه، وديك الساعه يكون خير ان شاء الله. وهذا هو فيديو اليوم، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله وطول العمر. كيف ما كنقول لكم راحه البال وطول العمر هي كل شيء، تكون عي صحيحه عندنا. انا كملت، هذا هو الفيديو، نتمنى نلقاكم كيف ما قلت لكم في احسن الاحوال. وهاد لابارتمون راه انا قلت لكم فيها دو شومبر، نعاود ناكد، والثمن راه 1,080,000 ريال. ودائما كيف ما كنقول لكم الثمن راه دائما قابل للتفاوض يعني للنقاش، ضروري من لابارتمون ما كينقصش بيا. وهذه لابارتمون لي اونفاس الجامع اونفاس البحر كيكونوا ب 1,080,000 ريال، واللي اونفاس الزنقه كيكونوا ب 10000 درهم. وتا هما عندهم فصالات زوينين، وتا هما ان شاء الله غادي ندير لكم فيهم دي فيديو. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، ما نكونش طولت عليكم، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. جمعه مباركه، رمضان مبارك سعيد، وفرصه اخرى ان شاء الله، وفيديو قادم بحول الله بطبيعه الحال دائما الى بغى الله.